أهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم مليون حكاية. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نتحدث عن المطرب سامي كلارك المولود في 19 مايو 1948 20 وكان يوم 20 فبراير 2022 آخر يوم له في الوجود. هو موسيقي ومغني ومطرب وموسيقار لبناني تميز بصوت الأوبرالي، يعتبر واحدا من أهم الفنانين اللبنانيين وبخاصة في مجال الأغنية الأجنبي. اسمه الحقيقي سامي حبيقة، لكنه لقب نفسه بسامي كلارك تسهيلا لنطق الاسم باللغات الأجنبية، خاصة أنه بدأ الغناء باللغات الأجنبية. ولد ونشأ في قرية سهور الشوبر، نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية من بلغاريا وألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا في السبعينات من القرن الماضي. سخر فنه لخدمة قضاياه وقضايا الوطن، خمس صوته الأوبرالية للغناء العربي الذي أطلقه بقوة إلى سماء النجومية، فأقام لنفسه مكانة بين أقرانه الأجانب. تميز فيها خصوصا بأغنية موري موري باللغة الإنجليزية من ألحان إلياس الرحباني. غنى كلارك أيضا بالفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية، ونجح في المزج اللغوي في الغناء بين العربية وغيرها. شارك في غناء شارات بعض مسلسلات الكرتون في الثمانينات من القرن الماضي مثل جرين دايزر، إذ غنى المقدمة والنهاية وجزيرة الكنز، بالإضافة إلى بعض الإعلانات. المغني اللبناني الشهير زائع الصيت منذ سبعينات القرن الماضي استطاع بصوته وأغانيه المميزة أن يحقق العديد من الإنجازات والنجاحات المهمة. سامي كلارك المغني والموسيقي اللبناني القدير وصاحب الصوت الأوبرالي المميز رفع اسم بلاده عاليا في مختلف المهرجانات العالمية والعربية، بالرغم من أنه لم يأخذ حقه في الإعلام الحديث، إلا أنه يعتبر واحدا من أهم الأسماء في تاريخ الأغنية اللبنانية والأجنبية. تعلم سامي كلارك الغناء بعدة لغات وأبدع بدمجها مع اللغة العربية، ومن أبرزها اللغة الفرنسية واللغة الإيطالية واللغة الأرمنية واللغة الألمانية وغيرها من اللغات الأجنبية الأخرى. وانضم منذ بداياته إلى الفرقة الموسيقية العسكرية، وحفر اسمه في ذاكرة جيل الثمانينات والتسعينات عندما غنى في شارات بعض المسلسلات الكرتونية. قدم خلال مسيرته الفنية الكثير من الأغاني الباقية حتى اليوم. والده عادل حبيقة يعمل في المجال العسكري وبعيدا تماما عن الفن والموسيقى، أما والدته إيميلي توفيق سهلب كانت تعزف على البيانو، ومنها استمد شغفه الموسيقي وعشقه للفن. ولديه شقيقة واحدة تدعى سونيا وشقيقه الدكتور عادل حبيقة. التحق بكلية الحقوق في الجامعة اليسوعية بناء على رغبة والده، ولكنه لم يتخرج منها وتركها بعد سنتين ونصف ليتجه إلى تحقيق أحلامه في الغناء. والفنان سامي كلارك متزوج من رسامة ولديه ولدين توأم، هم سام جونيور وساندرا، اللذين دخل عالم الفن والغناء مثل والديهما. اسمه الحقيقي سامي حبيقة، واختار لقب كلارك لسهولة لفظه باللغة غاية الأجنبية. في سن 18 التحق بالخدمة الإلزامية وانضم إلى الفرقة الموسيقية العسكرية في عام 2018، وتوفيت والدة سامي كلارك السيدة إيميلي توفيق سهلب في عام 2019. خضع العملية قلب مفتوح في مستشفى الروم في لبنان، وأعلنت ابنته النجاح التام للعملية. أشهر أقوال سامي كلارك: الرضا موجود طبعا ولا غنى عن اللوم، دائما أردد وأتمنى لو أني انطلقت خارج لبنان حينها وبدون شك كنت سأنال حقي كفنان أكثر من لبنان. لا تخلو أي سيرة من المشقات، لا يمكن للفن أن يتميز براحة دائما. حياة الفنان سهر، قلق ورهبة. لست ملحنا فقد يراودني لحن أشعره خاصة بي فقط، لا سيما في الغناء الوطني. بدأ سامي كلارك مسيرته الفنية من خلال المشاركة مع الموسيقار الكبير إلياس الرحباني في المهرجانات العالمية، وكان أولها في اليونان في عام 1970 حيث قدم أغنية جيمس جيمس، حصل على المرتبة السادسة. أما دخوله عالم الشهرة واكتسابه شعبية كبيرة فكان في أواخر الستينات وبداية السبعينات القرن الماضي، حيث شكل مع مجموعة من أصدقائه فرقة موسيقية
أطلقوا عليها اسم رابنز. مع اندلاع الحرب الأهلية في لبنان أسس كلارك جمعية نيو لبنان في عام 1967 والتي جمعت في عام 1976 والتي جمعت أكثر من 4000 شاب لمجاهدة الحرب. وفي عام 1979 غنى شارة المسلسل الكرتوني الشهير جرين ديزر التي لا تزال عالقة في أذهان جيل الثمانينات والتسعينات، قد أعاد إحياء ذكراها الأربعين في عام 2019 مع فرقة أوركسترا البولندية. وفي عام 1980 شارك كضيف شرف في فيلم آخر الصيف الذي أدى فيه عدة أغاني، منها أغنية موري موري التي حققت شهرة واسعة. وفي العام التالي أصدر كلارك ألبوما بعنوان في الممر الأخير، ضم مجموعة من أشهر أغاني ومنها قلتيلي ووعدتيني وعلى هالأيام لوين بده يروح. في نفس العام غنى شارة الفيلم الدرامي حسناء وعمالقة التي لحنها الموسيقار إلياس رحبان. وفي عام 1982 غنى سامي كلارك شارة فيلم الممر الأخير التي كانت من ألحان وحيد عازر، وشارة فيلم لعبة النساء للملحن زياد الرحبان. وتبعه في العام التالي أداء المميز لشارة مسلسل كرتوني جزيرة الكنز التي جعلت انتشاره واسعا وشهرة كبيرة ومستمرة حتى اليوم. وبين عام 1970 و 1988 شارك بالعديد من المهرجانات العالمية وحصل على المرتبة الأولى في ألمانيا عام 1979 والنمسا عام 1980 وبلغاريا في عام 1981. في تسعيني القرن الماضي قدم كلارك العديد من الأغاني الناجحة ومنها قومي نترقص يا صبي، ونتذكر كذلك قاد الغرام وتعاون فيها مع عدد من كبار الشعراء والملحنين أمثال جوزيف حنة وإيلي العليا وأنطوان رعد وزياد الرحباني، كما أطلق أغاني باللغة الأجنبية ومنها Take Me With You والتي كانت من ألحان إلياس رحباني وحققت نجاحا هائلا في تلك الفترة. وبعد انتهاء الحرب في لبنان قرر أن يترشح لعدوية مجلس النواب، ولكن سوء الحظ لازمه كما لازم الكثير ولم يصل إلى الهدف بتاعه. من ذلك الوقت وبعد سنوات طويلة من العطاء الفني التي نتج عنها أكثر من 700 أغنية عربية وأجنبية، اتجه الفنان الكبير سامي كلارك إلى الأعمال الخيرية والإنسانية في جمعية مار منصور التي تلقى فيها دروسا بالموسيقى، كما أنه استمر بإحياء الحفلات في مختلف أنحاء الوطن العربي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وخصوصا الحفلات التي كان يعود رعيها للجمعيات الخيرية والمساعدات الإنسانية. وفي عام 2009 أصدر سامي كلارك ألبوما بعنوان عودة كلارك، عاد من خلاله إحياء 17 أغنية من أغانيه القديمة. وفي عام 2011 غنى شارة البداية لمسلسل الجريمة السوري كشف الأقنعة، وكان هذا آخر ظهور له في شارات المسلسلات. أطل الفنان سامي كلارك بعد ذلك بعدة مقابلات تلفزيونية حيث زار مع أولاده سام جونيور وساندرا. وفي عام 2013 بإحدى حلقات برنامج بعدنا مع أربعة مع الإعلامية الشهيرة ربعة زياد، ذلك بمناسبة عيد الأب. وفي عام 2015 زار مقدم البرنامج المعروف عادل كرم، وفي برنامجه هيدا حكي في اليوم التالي كان ضيف برنامج أصحاب السعادة، وحوره المقدم اللبناني جنيد زين الدين. وتابعه في عام 2019 استضافته من قبل عادل كرم في برنامج بيت الكل ضمن حلقة خاصة بنجوم الثمانينات. توفي سامي كلارك صبيحة يوم 20 فبراير 2022 في مستشفى الروم في العاصمة اللبنانية بيروت. إلى هنا نصل أيها الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامجكم مليون حكاية، مع تحيات سامي البورصة.